هو اكيد يعني المكسب ما جاش من فراغ يعني، واكيد كل الكلام ده في الاخر يعني كان ليه شكل في الملعب. احنا بنشوف الفرقه كويسه، فلازم الناس تبقى عارفه ان ده وراه مجهود كبير من كل الجهاز. طب خليني اجي لك انا، يمكن انت الموسم ده بالنسبه لك كان موسم مهم جدا، وكان في يعني حصل اصابات في مركزك، ومن البدايه من قبل ما اللعيبه دي تغيب او يعني تغيب عن الملعب او الفرقه، انت كنت بتلعبي، بس بعد ما يعني ما بعدوا او يعني خسرناهم في الموسم بقى ليكي مساحه كبيره، اديتي وعملتي اللي عليكي ازاي؟ لعبتي باني منتاليتي باني فكر؟ والله منتاليتي ان احنا زي ما كابتن دكتور ماي بتقول ان احنا كل واحد، يعني هو كابتن طارق عنده ثقه فينا كلنا، فلما الواحد بينزل واخد ثقه وعارف ان هو نازل يأدي مش شاكك في نفسه، يعني حاسس بالعكس ان الفريق بيدعمه وان الجهاز الفني بيدعمه فبينزل يأدي. يعني كنت حاسه بالدعم ده؟ يعني حاسه ان انت، خليني اتكلم بلغه بتوع الباسكت، يعني انا في لعيب بيبقى خايف يغلط ليتسحب، وده طالما انت عجلك الشعور ده، وللاسف الشعور ده اللي بيوصله لك المدير الفني. انت في لحظه حسيت بحاجه زي كده بامانه؟ لا بصراحه يعني السيزون ده لا بالعكس، يعني حسيت ان بالعكس كابتن طارق كمان كان بيصبر على حاجات، يعني انا شخصيا كنت بقول له ربنا يصبرك يعني، ف ربنا بروح يصبرك اطبطب عليا. عليه في التمرين اقول له ربنا معلش يصبرك يعني. عليا. اه بالظبط، لان يعني ساعات اللعيب بيقع في فتره بيبقى عايز يجيب نفسه، فبالعكس يعني لما بيبقى اللي حواليه بيساعده فبتبقى حاجه جميله يعني، فعشان كده الواحد بيعرف ان شاء الله يكون قدنا يعني بشكل. أصعب ماتش لعبتيه السنة دي كنت نازلة قلقانة منه جدا؟ صعب، سؤال صعب ده. فكري. طب أفكرك بشوية ماتشات كده اه وهنعدي ممكن، عليها. اه طيب أنا فكر عشان معايا أفكر كده. معاك مثلا نتكلم عن دوري المرتبط، لما لعبناه النهائي وكان في ماتش منهم من غير المحترف، وخاصة الاثنين المرتبط خسر، فرقتين المرتبط خسرت الماتشين. بالظبط إيه ده، كان ماتش صعب عليك ولا لأ؟ والله كنت يعني هو كان الظروف تحسها صعبة، بس أنا بالعكس أنا كنت حاسة في الماتشين وإحنا كبار يعني كنت حاسة إن إحنا نازلين هنكسب، معرفش مع إن أنا طبيعتي لعيب ألو. يعني بقلق شوية بصراحة، بس بالعكس الماتشين دول كنت حاسة إن إحنا بالذات في غياب المحترفة كابتن طارق لمنا ودكتور مي لمتنا وقعدنا نلعب ألعاب كده بحبال وحاجات كده ألعاب ونشيل ألعاب يا بعض دكتورة؟ من الألعاب. ذاكر اللي لا ذاكر 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 حبيت الماتش بتقعدوا تلعبوا لسه ألعاب اللي وكده؟ لازم طبعا طب والنبي مثل عايزين ألعاب ده يا وقاطع دكتورة بالله والله، خليك قدروني والله هذه كان. الحاجات دي. يا ريت فدخلنا والله كنت جبت الحاجات دي والله، كانت تبقى حلو جدا على المرة اجري بجد والله، الحلقة وريني الجاية السادة المشاهدين. في ناس بتقع وكده فعلى المسرح هتبقى هتبقى يعني حلو. لا مفيش مشكلة. مضحكة يعني، بس لا بالعكس انا كنت مرتبط كان بالنسبة لي يمكن كنت قلقانة اكتر في الكاس، بس المرتبط بالعكس لما كمان المحترفة ما كانتش موجودة كنت حاسة ان كلنا نازلين يعني احنا ماسكين في الماتش ماسكين فيه، فيمكن الكاس كان بالنسبة لي مقلق اكتر لانه برضو الكاس حضرتك عارف يعني اللي بيخسر بيطلع يعني، فبطبيعته بيبقى مقلق اكتر يعني. طيب انت حاسه ان مستواكي كان، يعني احنا شفنا ان مستواكي كان بيعلى ماتش بعد التاني، الحمد انت لله. كنت حاسه بده؟ بصراحة كنت يعني حاسه أنا بده. حاسة إن أنا لسه طبعا لسه عندي عندك كتير طبعا طبعا. يعني أديه، بس لا حاسة إن الحمد لله السيزون ده أحسن يعني الحمد لله. طب ايه اكتر حاجه اتطورت فيك الموسم ده؟ انا هسال، انا ممكن اقول لك من وجهه نظري، بس خليني اسال. لا خليني اسمع منك، خليني اسمع منك عشان ما اغشش بحب فيك. اسمع والله. لا 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 قولي لي. لا عامة حاسة اني اتطورت اوفر اول يعني الديفنس، انا بطبيعتي لعيب بيحب الديفنس يعني اكتر، بس كابتن طارق طبعا بيقول لنا ان لازم اللعيب يبقى متمكن، يعني ممكن يبقى ليك مميزات اكتر في الديفنس بس لازم برضو تبقى لعيب يعني سامها ومتكامل يعني، يعني حاسه انا تطورت في الديفنس كمان لان انا صحيح كنت فاكره ان انا جامده قوي في الديفنس بس طلع عندي غلطات كتير جدا. طورت صح. والاوفنس كمان الحمد لله طب اتطورت اكتر فيه حاجه في شويه. الاوفنس، الديفنس صح، انا كنت اقول لك الديفنس اتطورت كتير، والمقابلات والحاجات دي الحمد كلها لله. اتطورت. طيب خلينا نتكلم في الاوفنس، انت ايه اللي اتطورت فيه؟ يمكن ان انا اخد بوزيشن صح اكتر يعني تلعبي بظهرك اكتر شويه. واقف فين بالظبط عشان اخد الكوره كويسه واطلع انا حاطه الكوره بانجل كويس، لان دي كانت مشكله عندي يعني برضو كابتن طارق برضو صلحها لي.